هل يجوز أن تزوج المرأة نفسها بنفسها؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم أبطله ونهى عنه، وقال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج غيرها، لا بد من الولي، لا نكاح. قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. نعم. تتمة السؤال يقول: علما أن والدها لم يقبل لها الزواج من أحد. لا، ما تزوج نفسها، وإذا امتنع والدها من تزويجها وتضررت بسبب ذلك فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي، والقاضي يتولى هذا الشيء، محكمة. نعم.